سؤال كتير حلو هذا، أكيد مع. لا أكيد مع، أكيد زيادة. والأكيد أن المقصود ليس زيادة الأسعار بل الأجور التي لم تعد تكفي المواطن اللبناني لسد أبسط حاجاته. لماذا؟ ليه؟ لأنه أصلاً شو عم يأخذ العامل؟ ليه؟ ليش العامل شو عم يأخذ؟ ولا شيء. يعني بيأديك معاشك؟ ما بيكفي لنص الشهر، ما بيكفي، بيكفي مدارس. إذا بده يحط أجار طريق الواحد من شغله على بيته بده 200,000 بالشهر، 250,000، كيف بيعيش بني آدم؟ بيطلع بس بيجيب رابط الخبز على البيت كل يوم. مسيو بيأديك معاشك؟ لأني بشتغل برا. إذا بدك تشتغل بلبنان بيأديك؟ لا أكيد لا. كل ما بزيدوا لك 100,000 بغلوا لك مقابلها 600-700. شو إنه شو؟ العالم مخنوقة يعني متضايقة. حرام هالناس، كل شيء غالي وبدون يشتروا. أول شيء كل شيء غليان، يعني مو بقى فيك تشتري شيء، وبعد الأجور هي ذاتها ثابتة، فكيف واحد بده يعيش؟ ما في فرق بين عم بيشتغل وما عم بيشتغل بهالأيام، كله ما عم بعيش. معاشاتنا نحن أنجا بتقدينا وهن معاشاتهم معلش يعني، أو بخففوا شوية من معاشاتهم هن وبيزيدون لنا، بيمشي الحال. شفناك طلعت من المحل ما اشتريت شيء، ليه؟ انا ما لقيت، ما عجبني الشيء اللي بدي اياه، والاسعار غاليه كمان بالنسبه للمعاشات اللي بنقبضها، الاسعار كثير غاليه. اكيد بدنا اياهم يزيدوا لنا المعاشات. ليه؟ لانه ما عم بكفينا معاشنا. بس انا هلا شفتك شاريه من السوق، كيف قدك لتشتري غراض؟ 70%. الام تي في سالت ايضا عن وجهه نظر ارباب العمل في الموضوع. أنا والموظف عندي عم ندفع كل شيء مثل بعض، يعني اليوم عندك البنزين مش غالي علي ولا غالي عليها، هي نفس الشيء، يعني إذا كان البنزين رخيص رخيص علي وعليا كمان. لهيك حضرتك مع زيادة الأجور؟ أكيد أكيد. وربما أن تنأى بنفسك عن الهموم التي تحوطك هو الحل الأنسب لك. ما أنا مش كتير على الأرض، بدك تشوفي حدا عايش مع الوضع. حدا عايش مع الوضع لا يوجد، بل يوجد من يحاول التعايش مع الوضع من دون جدوى، ومن هنا دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب. استحقاق حياتي آخر يواجه الحكومة، فبعد ملف الكهرباء ها هو ملف زيادة الأجور يطرح نفسه بقوة على طاولة مجلس الوزراء، ويوم 12 من تشرين الأول أي موعد الإضراب لنظره قريب. جويس عائئة، MTV.